الدوش عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الوفاء بالوعد. احنا من 2017 وتوجيهات سيادة الرئيس ان يتم الالتزام ويتم تعويض اهالينا من النوبة من انشاء السد العالي وخزان اسوان. واحنا تم الحصر بعد توجيهات سيادته مباشرة، وتم الحصر ب 11500 مستحق. تقدم للمرحلة الأولى 6171، وعايزين نقول إن تم تسليم المستحقات، وكان في احتفالية تمت داخل محافظة أسوان بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكان يوم عظيم جدا وكان تحت شعار الوفاء بالوعد. احنا هنفتح إن شاء الله المرحلة الثانية اعتبارا من يوم الأحد 17/1 لباقي الذين لم يتقدموا، هم 5329. إن شاء الله 16 مقر جاهز لاستقبالهم، محددين هذه المقرات في على الصفحة الرئيسية للمحافظة وفي المراكز والمدن، ومتحدد أماكنهم. عايزين نقول إن احنا كل التيسير لأهالينا، عايزين نقول إن التوجيهات جاية لنا صراحة بإن كل المطالب تجاب. المستحق لوحدة سكنية عايزها في محافظة أسوان هياخدها في مكانها، عايزها في أي محافظة من المحافظات اللي احنا حددناها موجودة، والوحدة السكنية متشطبة تشطيب كامل 90 متر على أعلى مستوى. وفي نفس الوقت لو مش عايز وحدة سكنية وعايز التعويض نقدي بياخد 225 ألف جنيه نقدا في نفس التوقيت التقدم للاستحقاق بتاعه. في نفس الوقت اللي له أرض زراعية وكان يمتلك أقل من فدان بيكبر إلى فدان، وبالتالي بيستحق تعويض فدان. وفي نفس الوقت كل من له أراضي زراعية تم تحديد الأماكن اللي خصصت ليهم في وادي الأمل وخور قندي، وتم توصيل المياه ليهم وتشغيل الأبار بواسطة القوات المسلحة ممثلة في إدارة المياه للقوات المسلحة، وحاجة مشرفة جدا، والمياه تضخ بشكل متميز جدا، والمقنن المائي موجود ليهم. عايزين نقول لهم برضو لو مش عايزين الأراضي الزراعية هتاخدوا مستحقاتكم المالية نقدا بدلا من الأرض الزراعية، بتاخد عن الفدان 25000 جنيه. طيب لو حضرتك بنيت على ارض ملكك ارض وعايز تملكها هتاخد عقد ملكيه للارض اللي انت موجود عليها. في نفس الوقت لو باني على مكان طرح بحر طرح نهر بالتالي هتاخد برضو المكان، وهتاخد ارض هتاخد المكان اللي انت بنيت عليه، وهيبقى حق انتفاع. كل التيسيرات ليهم، جاهزين لاستقبالهم، سعداء بان سياده الرئيس امر بفتح المرحله الثانيه. ان شاء الله تنتهي هذه او هذا الملف نهائيا ان شاء الله اعتبارا من يوم الاحد 17/1، وان شاء الله خلال عام 21 ما يكونش عندنا مشكله ثانيه تخص تعويضات اهالينا.